عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بطرح النتائج الأولية للأحزاب المشتركة في الانتخابات التي أجريت في 30 من شهر أيلول للعام الحالي لبرلمان إقليم كردستان. الأصوات أولا للمقاعد العامة، الاتحاد الوطني 287,575، جبهة الإصلاح 69,477، قائمة سردم 13,708، حركة التغيير 164,336، حزب المحافظين فاتي فارس قاران 3,028 صوت، الحزب الديمقراطي الكردستاني 595,592. كما أعلن مدير المفوضية العليا إن هذه النتائج أولية، وسوف نعلن عن النتائج النهائية بعد حسم أكثر من 1,045 شكوى مقدمة من خلال عملية الاقتراع العام والخاص. نبارك لكل الكردستانيين نجاح هذه العملية، ونشكر جميع شركائنا من الأحزاب والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمصوتين، وأيضا نشكر جميع كوادر المفوضية الذي عملوا باجتهاد لإنجاح هذه العملية. هذه نتائج أولية، بعد انتهاء من البدء بشكاوى وطعون ستعلن النتائج النهائية. هذه المقاعد العامة من مقعد المكون التنفراني 5 مقاعد، المكون المسيحي 5 مقاعد، والمكون الأرمن مقعد واحد. وشهد إقليم كردستان الأحد الماضي 30 من أيلول انتخابات تشريعية للدورة 5 لبرلمان كردستان بنسبة مشاركة وصلت إلى 59%. هكذا انتهت عملية الإعلان عن النتائج الانتخابات الأولية لتقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. رياض عزيز، قناة الرشيد، أربيل.